يقول وصلنا إلى قوله جل في علاه وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. اعتراض اعتراض على الله جل في علاه في هذا الباب، وطبعا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو كفر به. يقول الله جل في علاه منكرا عليهم ومبينا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن تعجب من تكذيبهم وعبادتهم للأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وأنهم يعني يعلمون بأنها لا تحيي ولا تميت ولا ترزق ولا ترفع ولا تخفض، وأن الأمر كله بيد الله جل في علاه، وهم يعلمون ذلك يقينا، ومع ذلك فإنهم يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه، ويزعمون بهتانا وزورا وجهلا، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك الله قررهم في الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالأصل يقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إن تعجب يا محمد، فالعجب كل العجب من هؤلاء يكذبون، أو هم يقرون بعدما أقروا بالربوبية وأفعالهم تكذب إقرارهم. فهم بعدما أقروا بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مبدع إلا الله سبحانه وجل في علاه، ما ترى إلا أنهم يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه. وإن تعجب من تكذيبهم وعبادتهم، قال ما لا ينفع ولا يضر. قال وإن تعجب، فعجب يعني العجب كل العجب مما يفعلون، بأنهم يكذبون الرسل مع إقرارهم بالربوبية، مع رؤيتهم لعظيم خلق الله جل في علاه، يكذبون الرسل وأيضا يردون الحجة ويصرفون العبادة لغير الله جل في علاه، ومع ذلك الآيات منصبة حجة عليهم قاهرة ظاهرة باهرة، وقد أقروا بها. ومنهم من جحد بها وهم القلة، كالنمرود كفرعون، كما وصفهم الله جل في علاه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يرون تأثير قدرة الله جل في علاه في الأشياء وفي الخلق، وهذه قطع متجاورات، منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، وأيضا الأصل واحد لنخلات، وهذا طعم يختلف عن هذا الطعم، وهذا طعم فيه الحلاوة، وهذا طعم فيه الحموضة، وهذه كلها دلالة واضحة جدا على 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 عظيم ربوبية الله جل في علاه. وهذه الآيات باهرة تدل على أن فيها إشارة إلى الميعاد، كما بين الله جل في علاه بعدما دلل بعظيم خلقه جل في علاه ابتداء في الإنشاء في الإنشاء الابتداء، فبين أن هذا دال على الميعاد، وأن هذا من أدل الأدلة على قدرة الله جل في علاه على الميعاد، كما قال الله جل في علاه كما أنشأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، كما أنشأنا أول خلق نعيد. وهذه دلالة واضحة جدا على قدرة الله جل في علاه على الميعاد، لا سيما وأن الله جل في علاه قد أنكر على من أنكر البعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعث أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وكما أنكر على من ضرب المثل عندما أخذ العظمة وصارت رفاة في يده، قال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكما قال كما بدأنا أول خلق نعيده، وبين الله جل في علاه قياسا على التربة تكون هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بين الله تعالى أن الذي أحياها لمحيي الموتى، وهذه أيضا دلالات على القياس البديع في مسألة الميعاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلة غير مختنين، يعني يعود الخلق كما كان أولا، شوف حتى غير مختنين، فكل شيء يرجع إلى الإنسان كما كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن العظام تبلى ويبقى في القبر ما هو ينبت منه الإنسان، عجب الذنب، وعجب الذنب
يمطر السماء تمطر عليه مطرا كالطل كالمني، فينبت منه الإنسان فيقوم مهرولا مسرعا إلى ربه جل في علاه، إلى أرض المحشر كما قال صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلة. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشق من ذلك يا ابن الصديق، أو أعظم من ذلك يا بنت الصديق. ولذلك قال الله جل في علاه: يا الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في عنقهم. قالوا: أئذا كنا ترابا، قرأها ابن كثير وابو عمرو على التسهيل، أئذا كنا ترابا، وجعلها الاستفهام. وأما حمزة وعاصم فقرأها أئذا كنا، قالوا: أئذا كنا في الإنكار هنا بإنكارهم هم، وهم جحدوا بآيات الله، قالوا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، استبعدوا ذلك مع أن كما قلنا الآيات باهرة قاهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وعلى الميعاد على أحياء الأرض بعد موتها، وقد أحيا الله الخلق أيضا. فعيسى عليه السلام كان من معجزاته أن الله جعله يحيي الموتى بإذنه. وقد أحيا الله جل في علاه أهل أصحاب الكهف، وهذه قصة مشهورة في التوراة والإنجيل. وقد أحيا الله جل في علاه رجل صاحب القرية، فهنا وأيضا صاحب البقرة في الآية العظيمة لبني إسرائيل عندما قتل عمه، ثم جاء ألقى بجسده على أهل قرية وقال: قتلوا عمي، يريد الميراث ويريد زيادة عليه أيضا الدية. هذا فعل اليهود، يريد الميراث ويريد أيضا فوق ذلك الدية. فهنا الله جل وعلا جعل آيات باهرات بهذه البقرة، عندما أمرهم أن يأتوا بالبقرة ولما تشددوا شدد الله عليهم، ثم أتوا بالبقرة الموصوفة فقال: اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. قال ابن أخي هو الذي قتلني، قام الرجل أمامهم عيانا وقال: ابن أخي هو الذي قتلني. فإحياء الموتى الأدلة عليها كثيرة جدا، فهي يعني أدلة كثيرة طافحة في الكتاب، وأيضا من القياسات في السنة، والواقع يثبت الميعاد. نسأل الله جل في علاه أن يكون حسن الميعاد، ونسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يغفر لنا ما وقع منا من زلل، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر الزلات والسقطات والهنات والهفوات. قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك، هنا شوف الله تعالى قال أولئك، وهذا على البعيد أيضا فيها دلالة واضحة كده أنهم في أبعدوا في الكفر جدا، وأنهم أبعدوا جدا المنزل عن الله جل في علاه، ليس لهم قرب من ربهم جل في علاه، ونعوذ بالله من ذلك. قال: أولئك في جحيم، أولئك في أسفل سافلين، أولئك قد أبعدوا جدا في الكفر، لذلك ما كانت لهم منزلة عند الله جل في علاه. أولئك الذين كفروا بربهم. شو هنا الآن في لفتة عظيمة جدا، ليت يعني لو رسالة ترجع أراها يكون أفضل لي، أو أحد يرسلها إلي. أنا أريد، هو الآن الله تعالى قال: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هو الأول في قوله إن تعجب محمد، هذه الآيات آيات الربوبية، بين إقرار الربوبية، هم أقروا بالربوبية في قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، ثم قال كفروا بربهم. فهنا الحق بأن لها وجهان، لما قال كفروا بربهم، مع أن السياق يثبت أن الأصل فيها أو علو الكلام أنهم كفروا بإلههم، هم كفروا بالإلهية لا بالربوبية. ولذلك قال الله تعالى قال بأنهم قالوا عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم، ليت أحد يرسل لي رسالة أرى أحد يوجه لنا التوجيهين. التوجيه الأول أصلا على الربوبية صحيح يكون على وجهها،
بأنهم كفروا بربهم، لكن كيف؟ من أي وجه؟ مع أنهم قد أقروا بربوبية الله جل في علاه، وأقروا بعظيم ربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم ما شاء الله، في بعض أبو الوليد وبعض الإخوة والأخوات نعم عندهم إجابات سديدة. هو طبعا ممكن يقال في التوجيه الأول قوله أولئك الذين كفروا بربهم على وجهها أنهم كفروا بالربوبية، لأن الميعاد من لوازم الربوبية، الميعاد من لوازم الربوبية، الحق بأن الميعاد من لوازم الربوبية. فلذلك هم لما استبعدوا الميعاد واستعظموا الخلق الجديد فقد كفروا بالربوبية هنا، فقد كفروا بالربوبية هنا. والوجه الثاني هو الأسد في هذا الباب، أنه قال أولئك الذين كفروا بربهم، مع أن السياق يستلزم الإلهية. هو أصالة أتى بهذه الآيات الباهرة، ولذلك قال إن تعجب، فعجب إن تعجب، العجب لك يا محمد، تعجب جدا من الذين رأوا هذه الآيات الباهرة وقد أقروا بها قبلا، ومع ذلك بعد ذلك قد صرفوا العبادة لغيره، كفروا بإلهيته. فيكون هنا في قول أولئك الذين كفروا بربهم معناها أنه مع إقراركم بالربوبية لما كفرتم بالإلهية كنتم كافرين بالربوبية، مع إقراركم بالربوبية لكن لما كفرتم بالإلهية عاد كفركم بالإلهية على إقراركم بالربوبية بالنقد والبطلان. فيكون بذلك على وجهه في قوله أولئك الذين كفروا بربهم، حقا نعم كفروا بربهم، حقا نعم كفروا بربهم في هذا الباب. قال أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال، الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال وأولئك الأغلال في أعناقهم، وطبعا الغل، الأغلال جمع غل، والعلماء اختلفوا أيضا في تفسيره، فبعضهم يقول هذه الأغلال تكون يوم القيامة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت العز الأكبر. نسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا، نسأل الله أن يجعل مردنا إليه مردا كريما أيضا رفيعا ساميا، وأن يجعلنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فالأغلال هنا يوم القيامة، وفسرها بعض العلماء بأن الأغلال المقصود بها هنا الأعمال، ولا مشاح ولا لا مخالفة، فإن الأعمال يجاز عليها الأمر المرء، فإن كان حسنا فالحسن له، وإن كان سيئا فيكون الأغلال في أعناقه عندما يقال ويعني ينادى به خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لأنه قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذه آيات ظاهرة جدا في أن القول في وصف الله جل وعلا وأولئك الأغلال في أعناقهم يعني في يوم القيامة، لأن مجازات الكفر يكون يوم القيامة، مجازات الكفر تكون يوم القيامة. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أولئك أصحاب النار، جعلوها أصحاب النار لأنهم فيها، كما قلنا في سورة يوسف في يا صاحبي السجن، أصحاب النار هم فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الخلود لا خروج منه، نعوذ بالله من الخذلان. فالكفر والشرك يرجع على صاحبه بالخلود في النيران، وهذه أيضا فيها دعاء أن النار لا تفنى بحال من الأحوال، وهم في هذه النار إلى أبد الأبد. نسأل الله في علاء العفو والعافية على ما فينا من معاصي أو من سيئات ومن زلات، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا على الإسلام، وأن نعض بالنواجذ على الإسلام، وأن يجعلنا من المسلمين الحق. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقف عند هذه الآية ونأخذ بالفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى التنوع دال على وجود الله، التنوع دال على وجود الله جل في علاه، بل قل التنوع دال على وجود عظيم ربوبية الله جل في علاه، هذا الأفضل. التنوع دال على عظيم ربوبية الله جل في علاه، والاختلاف
إثبات للإرادة، هذه الفائدة الثانية. والاختلاف إثبات للإرادة. طبعا إذا قلنا إثبات الإرادة فإثبات الإرادة والعلم. في قول الله تعالى في ذلك الآيات لقوم يعقلون، العقل هنا لأن العقل عقلان صراحة، العقل هنا العقل المستلزم للانقياد، العقل المستلزم للانقياد. وإلا لو قلنا بالمفهوم أن هذه الآيات لا تكون الذي لا يعقل لا يعرف الآيات، إذن لا حجة عليه لأنه غير مكلف. والصحيح الراجح أنه يعقل عقلا يلزمه بالانقياد. نعم. إثبات العجب لله جل في علاه، إثبات صفة العجب لله جل في علاه قد تكون بالإشارة، يعني قد تكون هذه الفائدة بالإشارة، لأن الأصل في الكلام وإن تعجب يا محمد فأعجب من فعلهم، فهنا نسب العجب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي أيضا فيها ما فيها من الإشارة إلى عجب الله لفعل هؤلاء، كيف يفعلون، كيف يكفرون، كيف يصرفون العبادة لغير الله لفعلها بعدما رأوا الآيات الباهرات القاهرات، كيف يفعلون ذلك. فيكون هذا إثبات العجب لله جل في علاه، يعني فيها من باب الإشارة، يعني ليست واضحة جدا جلية، لكن نحن عندنا الأدلة الصريحة في عجب الله جل في علاه، لكن هذه تكون من نستأنس بالاستدلال بالآية على عجب الله جل في علاه. وعندنا التصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم، يعجب ربكم من صنيعكم. عجب ربكم الشاب ليس له صبوة، الغرض المقصود بأن هذا من العجب، عجب الله جل في علاه ليس كعجب الخلق. نحن نثبت الصفة كما بينا قبل ذلك بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وهذه الصفة على ما يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه جل في علاه. فعجب الإنسان راجع لجهله في الأمر أو لاندهاش في ذهول في أمر معين، فلعدم معرفة السبب، فلما يعرف السبب يعني يزال بعض العجب، فللجهل بالسبب يحدث العجب، لكن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. فيكون عجب الله جل في علاه هنا الخروج عن النظائر في هذا الباب، يعني المفروض أصالة في السياق عندما ترى ربوبية الله فهذا يلزمك بالإلهية، فإن غلبت عليك نفسك في شيء فاعترف وأقر، لكن لابد أن تقر بالإلهية وتصرف العبادة لله جل في علاه. هذه الفائدة الثالثة نقف عندها، ونقف عند الآية، ونسأل الله جل في علاه لنا ولكم السداد والرشاد، ونسأل الله جل في علاه الهداية والمغفرة، ونسأل الله على التوبة والأوبة، حسن الأوبة لله جل في علاه، وجزاكم الله خيرا. وسامحوني كما قلت ولو تقطع ليس بيدي، انا ما زلت في السياره. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني لو في احد يستطيع يرسل لي الاسئله، لو في اسئله ممكن انا اجيب عنها، لو ما في فعلى الاقل من الله علينا بالدرس وقد وما توقف. نسال الله تعالى ان يديمه علينا الى مماتنا، وان يجعله اخلاصا لوجه الله الكريم. صحه القياس، يعني الفائدة الوترية الأخيرة تكون صحة القياس. نسأل الله لنا ولكم السداد والرشاد، جزيتم الجنة جميعا، أحسن الله إليكم.